السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضراتكم دكتورة هاني مروح، مدرس الكيمياء الحيوية الطبية، كلية طب جامعة طنطا. إن شاء الله هنبدأ محاضرة بعنوان Red Blood Cells Membrane. أول حاجة عايزين نعرف هو الـ RBCs Membrane ده مهم في إيه. لو نفتكر خدنا في سمستر 1 اتكلمنا عن البيولوجيكال ميمبرينز عموما، وقلنا ان الميمبرين او السيل ميمبرين ده مهم فور سيبريشن اوف ذا سيل فروم ذا سراوندينج انفايرمنت، عشان يفصل السيل من البلازما او البيئه الخارجيه اللي حواليها كان لازم الخليه تكون محاطه بسيل ميمبرين. طيب تحديدا بقى الار بي سيز ميمبرين هو هيكون موضوعنا، وظيفته انه كمان يحافظ على الكاركترستيك باي كونكيف ديسك شيب اوف ار بي سيز، يبقى شكلها ده نحافظ عليه بالممبرين. كمان انه بينظم الانتراسيلولر كاتاين كونسنتريشن، تركيز الكاتاين اللي جوه الار بي سيز برضه بيتحكم في السيل ممبرين. كمان هو الانترفيس بتوين ذا سيل اند اتس انفايرمنت عن طريق الممبرين ريسبتور، يبقى هنا اي حاجه عايزه تدخل او تخرج يبقى هننظمها عن طريق الريسبتور الموجوده على السيرفس. طيب الار بي سيز ميمبرين بيتكون من ايه؟ الكومبوزيشن بتاعه بنقول ان الار بي سيز ميمبرين زيه زي اي بيولوجيكال ميمبرين بيتكون من ايه؟ بيتكون من بروتينز ليبيدز اند كربوهيدرات. طيب بس الار بي سيز ميمبرين ده عنده خاصيه مهمه جدا، الخاصيه دي تتناسب مع وظيفه الار بي سيز. الار بي سيز مش زي اي خليه، لا دي خليه متحركه يبقى بتمشي في السيركوليشن، وبيقابلها كمان تايت سبوتس اماكن ضيقه زي الكابيلرز، علشان كده لازم الممبرين بتاعها يكون easily and reversibly deformable، يعني شكله ده بيتغير علشان تقدر يحصل لها سكويزنج وتعدي من التايت سبوتس بتاع الكابيلرز دي. عشان كده الممبرين بتاعها لازم يكون fluid and flexible، وعلشان ده يحصل لازم ان الكومبوننت اوف ار بي سيز ميمبرين تكون مميزه وتكون فيها الخصائص اللي تخلي الميمبرين ده مور فليكسبل. هنبدا اول واحده من الكومبوزيشن او من الكومبوننتس هي الليبيدز. الليبيد كومبوننت في ار بي سيز ميمبرين مين اللي بيبقى ان ذا فورم اوف فوسفوليبيدز زي برضو اي بيولوجيكال ميمبرين. 60% فوسفوليبيد، 30% فري ان استيرفايد كوليسترول، and 10% جلايكوليبيدز. يبقى المين كومبوننت اوف الممبرين ليبل هو مين؟ هي الفوسفوليبيدز. لو احنا فاكرين من البيولوجيكال ميمبرينز قلنا ان الفوسفوليبيدز كاركترايزد باي انها ايه؟ امفيباسيك. امفيباسيك يعني ايه؟ يعني لها بولر هيدروفيليك بارت ونون بولر هيدروفوبيك بارت. بنقول ان الممبرين فوسفوليبيدز ار ارينجد ان ذا فورم اوف ليبيد باي لير. يعني ايه ليبيد باي لير؟ طبقتين، بحيث ان البولر هيدروفيليك هيدز facing outward أو facing the aqueous environment and non-polar hydrophobic tails facing each other. يعني البولر هيدز هتبقى facing من ناحية البلازما ومن جوه الايه؟ السيتوسول، والnon-polar hydrophobic tails facing each other جوه مع بعض. طب الفوسفوليبيد دي بتتوزع ازاي على الليبيد بايلير؟ بحيث ان الكولين كونتيننج فوسفوليبيد بتبقى اكتر في الاوتر لير اللي هما الفوسفاتيدايل كولين اند سفينجومايل. الانر لير اللي هي الفيسنج السيتوسول بتبقى اكتر فوسفاتيدايل ايثانولامين اند فوسفاتيدايل سيرين. تاني حاجه من الليبيد كومبوننتس هو الكوليسترول. لو احنا فاكرين ان الكوليسترول الفورمز بتاعته يا اما يكون free unesterified cholesterol، يعني ايه؟ يعني مش not bound to fatty acid، يا اما يكون esterified يعني bound to fatty acid. نوع الكوليسترول اللي موجود في الممبرين هنا هو مين؟ ال unesterified cholesterol اللي هو not bound to fatty acid. وال unesterified cholesterol ده بيبقى موجود ما بين ال two layers of the lipid bilayer اللي عاملاه الفوسفوليبيد. في حاجه مهمه جدا بقى، ان الكوليسترول ده determinant of membrane fluidity. احنا قلنا ان الممبرين لان الار بي سيز محتاجه يحصل لها سكويزنج، فالممبرين ده لازم يكون هايلي ديفورمبل، يكون فلويد اند فليكسبل عشان يحصل لها سكويزنج.
طيب الكوليسترول بقى مهم جدا كديترمينانت للممبرين فلويديتي. كل ما زاد الكوليسترول في الممبرين كل ما قل الممبرين ديفورمابيلتي. لما بيزيد جدا الان استرافايد كوليسترول ده في السيل ممبرين بيعمل لنا نوع من الانيميا اسمها سبيرسل انيميا. ايه اللي بيحصل؟ ده بيحصل في الاند ستيج الكوليك ليفر ديزيز، بيزيد جدا الان استرافايد كوليسترول في السيل ممبرين في الار بي سي ممبرين، ويقلل الممبرين فلويديتي وديفورمابيلتي، ويخلي الممبرين لو ابنورمال شيب، بيبقى خارج منها كده الممبرين بيزار سبيكيولز، وبتخلي السيلز لها ابنورمال شيب اسمها سبير سيلز. ولما السيلز دي بتمشي في السيركوليشن طبعا بيشوفها السبلين ويعرف انها ابنورمال سيلز، وبيعمل لها لايسس، وبيدخلني في نوع من الانيميا اسمها سبير سيل انيميا او اكانسو سايتوس. طيب في نقطه مهمه جدا، ان الليبيد كومبوننت اوف الار بي سي ميمبرين لها دور مهم جدا في الفلويديتي اللي احنا قلنا مهمه للممبرين عشان يبقى ديفورمبل ويقدر يحصل له سكويزنج. بنقول ان الفلويديتي بتعتمد على ايه؟ اول حاجه بتعتمد على ديجري اوف ساتوريشن اوف فاتي اسيد، بمعنى كل ما كان في مور انساتوريتد فاتي اسيد يعني فيها مور دبل بوند، معناها ايه؟ معناها ان هيزيد الممبرين فلويديتي. ليه؟ زي ما احنا شايفين كده ان لما بلاقي الساتوريتد فاتي اسيد بيبقى نازل كده ايه ستريت، لكن الانساتوريتد فاتي اسيد بلاقي الايه الفاتي اسيد بيحصل له ايه كينكينج. الكينكينج ده ما بيخليش التيلز كلها بتاعه الفوسفوليبيد تبقى نازله باجد توجيزر، ما تبقاش نازله كلها جنب بعضها كده واحده واحده، وبالتالي بتخلي الممبرين مور سوليد. لا لا، بتبقى فيها مور، كل ما كان فيه مور انساتوريتد فاتي اسيد يبقى كل ما التيلز دي تبقى كينكد وبعيده عن بعضها، وبالتالي بتسمح بالممبرين فلويديتي. تاني حاجه لينث اوف ذا اسايل تشين، يعني طول الفاتي اسيد، كل ما كان في شورت تشين فاتي اسيد كل ما كان في مور ممبرين فلويديتي. كل ما كانت الفاتي اسيد دي لونج تشين طويله وكلها باجد مع بعضها كده جوه الليبيد بايلير كل ما كان مور سوليد، يبقى كل ما كان شورت تشين كل ما كان مور ممبرين فلويديتي. كمان زي ما قلنا الكوليسترول، قلنا كل ما زاد الان استيروفايد كوليسترول كل ما زاد الايه كل ما قل الممبرين ديفورمابيلتي. تاني كومبوننت من الار بي سيز ميمبرين هي البروتينز. بنقول ان البروتين زي اي بيولوجيكال ميمبرين، يا اما بريفرال بروتين يا اما انتجرال بروتين. بريفرال بروتين يعني ايه؟ يعني موجوده على الايه السيرفيس. طيب احنا قلنا ان الليبيد بايلير له تو سيرفيسز، سيرفيس فيسنج البلازما والانر سيرفيس فيسنج السيتوبلازم. هنا البريفرال بروتينز بتبقى موجوده على السيتوبلازميك سيرفيس اوف ذا ليبيد بايلير، ودي بتمثل الممبرين سيتوسكيلتون، وكانها هي الهيكل العظمي للممبرين. ليه؟ احنا قلنا الليبيد بايلير بتحدد الايه الفلويديتي. شايفين لو هو ليبيد بايلير بس هلاقيه مقمو فلويد خالص، لا انا عايزه اعمله شويه ايه سكيلتون. فالبريفرال بروتينز دي مهمه فور ممبرين ستابيليتي. الانتجرال بروتينز بقى بتبقى امبيدد في الممبرين ترافيرسنج الليبيد بايلير، سميناهم البريفرال بروتينز. قلنا دول موجودين على السيتوبلازميك سيرفيس اوف ذا ميمبرين، وقلنا مهمين كممبرين سيتوسكيلتون فور سبورتنج الايه الليبيد بايلير. زي مين بقى؟ زي سبكترين والاكتين. السبكترين دي عباره عن ايه؟ عباره عن رود لايك مولكيولز اللي احنا شايفينها باللون البينك دي، بتعمل حاجه اسمها تترامير اربعات، يبقى اثنين من الناحيه دي واثنين من الناحيه دي، وعملوا حاجه اسمها سبكترين تترامير. طيب في بروتين تاني اسمه الاكتين، والاكتين ده بيبقى عباره عن سمول فيلمنت شورت فيلمنتس كده، بتعمل ايه؟ بتربط السبكترين تترامير دي مع بعضها، يعني اثنين من هنا واثنين من هنا ويتربطوا مع بعض بالاكتين، وده بيكون الممبرين سيتوسكيلتون زي ما احنا شايفين كده، عامل سكيلتون يعمل سبورت للليبيد بايلير. في بروتين تاني بقى مش من السيتوسكيلتون لكنه انكرنج بروتين. انكرنج يعني ايه؟ يعني اللي بيثبت بقى. طيب انا كده عايزه اربط الليبيد بايلير ده مع السيتوسكيلتون، ففي انكرنج بروتين اسمه الانكرين. الانكرين ده بيبقى هو اللي بيعمل اللينكج ما بين واحد من الانتجرال بروتين هناخده دلوقتي اسمه البانتري، ومين؟ والسبكترين.
المجموعة التانية اللي سميناهم الانتجرال بروتينز، وقلنا دول ترافيرسنج ليبر بارير. زي مين؟ زي بروتين اسمه الباند 3. الباند 3 دوت زي ما قلنا ان هو انتجرال بروتين ترافيرسنج ليبر بارير، وقلنا ان في بروتين تاني اسمه الانكرين، خدناه في البريفرال بروتين، بيعمل ايه؟ بيعمل بايندنج ما بين الباند 3 والسبكترين. يبقى هنا بربط كده كاني بربط الايه الليبر بارير مع السيتوسكيلتون، يعني بثبت الايه الممبرين. كمان الباند 3 دوت بيشار كانه شانل بيعدي منها الانايون، يبقى مهم الانايون ترانسبورت. واحد تاني من الانتجرال بروتين اسمه جلايكوفورين. جلايكوفورين ده جلايكوبروتين زي ما احنا شايفين كده، اللي هو انتجرال بروتين معدي في الممبرين اللي هو اللبني ده. شايفين في جزء انتجرال بروتين وطالع منه كربوهيدرات تشين، فعشان كده سميناه جلايكوبروتين، جزء كربوهيدرات وجزء بروتين. فجلايكوفورين دي بتميز بايه؟ بانها سايليك اسيد ريتش. لو نفتكر خدنا قبل كده سايليك اسيد ده قلنا بيتميز بهالي نيجاتيف تشارج. النيجاتيف تشارج اللي على الجلايكوفورين ديت مهمه جدا، لانها بتدي الار بي سيز هيدروفيليك تشارج كوت، وبالتالي تحمي او تمنع الار بي سيز انها تلزق في بعضها او في الفيزل وول. لو جمعنا كده كل الكومبوننت للسيل ميمبرين، قلنا ان في ليبيد بايلير واساسي بيكون من فوسفوليبيدز، وفي ان استريفايد كوليستيرون، وفي جلايكو ليبيدز. تاني كومبوننت كان البروتين، وقلنا البروتين دوت في بريفرال بروتين وانتجرال بروتين. البريفرال بروتين زي ما احنا شايفين قلنا ان هي موجوده على السيتوبلازميك سيرفيس، وفي حاجات بتعمل سيتوسكيلتون اللي هم السبكترين زي ما احنا شايفين التتراميرا اهوت، ومرتبط مع بعضهم بالاكتين. وبعدين في انتجرال بروتين زي الباند 3 والجلايكوفورين، وفي بقى انكرنج بروتين دي برضو تعتبر بريفرال بروتين بتربط الايه الليب بايلير مع السيتوسكيلتون. ازاي؟ ان الانكرين يرتبط مع الباند 3 بروتين اللي هو انتجرال بروتين ويربطه مع السيتوسكيلتون بروتينز. اخر كومبوننت بقى من السيل ميمبرين هم مين؟ الكربوهيدرات. جبنا سيرتها فين؟ جبنا سيرتها في الجلايكوفورين، لما قلنا ان الجلايكوفورين ده عباره عن جلايكوبروتين، فلو بروتين بارت اللي هو انتجرال وبريف، وكربوهيدرات بارت اللي هو خارج من السيرفيس بتاع السيل ميمبرين اللي هي كربوهيدرات تشين دي. اخر حاجه بقى هنتكلم عليها رول اوف فيتامينز اون ار بي سيز ميمبرين انتجريتي. ازاي الفيتامينز لها بتحافظ على الممبرين؟ هنتكلم اول واحد عن فيتامين اي. فيتامين اي او اسمه تاني زي ما احنا عارفين التوكوفيرول، اهم حاجه بتميز فيتامين اي اكت از انتي اوكسيدنت. طيب يبقى مضاد الاكسده. طيب كانتي اوكسيدنت مفيد للممبرين في ايه؟ بيقول بريفنت بيكسديشن اوف بولي انساتوريتد فاتي اسيد. زي ما قلنا ان الفاتي اسيد في الممبرين كل ما كانت بولي انساتوريتد كل ما كان في زياده في الممبرين في الويدتي، يبقى كل ما زادت في الممبرين دي حاجه كويسه. لكن في حاجه ثانيه ان في خطوره عليها، لان دي اكتر مكان بيتعرض للبيروكسيديشن ويتكون توكسيك كومباوندز. طيب يجي بقى فيتامين اي هنا بيشتغل كانتي اوكسيدنت يحميها من البيروكسيديشن دي، كمان لانه انتي اوكسيدنت بيحميها من الهيموليسيس اللي ممكن يحصل لها باوكسيدايزنج ايجنت زي الهيدروجين بيروكسايد. بعد كده فيتامين سي، برضو فيتامين سي مهم في ايه؟ بيقول ان هو هيلب الفوليت ريدكتيز انزايم تو ريديوس فوليك اسيد تو تترا هيدروفوليت. يبقى الفوليك اسيد باي فوليت ريدكتيز الاول يحوله الى داي هيدروفوليت وبعدين الى تترا هيدروفوليت اللي هو الاكتيف فورم اوف الفوليك اسيد. في وجود مين الانزيم ده بيحتاج مين بقى؟ محتاج فيتامين سي. طب التترا هيدروفوليت ده مهم في الماتوريشن اوف ار بي سيز اند بريفنت ميمبرين فراجيلتي. اخر حاجه بقى الفوليك اسيد وفيتامين بي 12 طبعا لهم دور مهم جدا في عمليه الايرثوبيسيس والار بي سيز ميمبرين انتجريتي. زي ما قلنا ان الفوليت بيبقى في ده الان اكتف فورم بتاعه، الاول بيحصل له اكتيفيشن باي ريدكشن للداي هيدروفوليت والى تترا هيدروفوليت، وقلنا ده محتاج فيتامين سي. بعد كده التترا هيدروفوليت دوت بيتحول الى ميثايل تترا هيدروفوليت، وقلنا ان التترا هيدروفوليت مهم جدا في النيوكليك اسيد سينسز، عشان كده هو مهم في عمليه الايريثروبيس. طيب الميثايل تترا هيدروفوليت ده بيجيب الميثايل جروب بتاعته منين؟ بيجيبها من اشهر ميثايل دونر في الجسم اللي هو الاسيلينزايل ميثايونين.
لما بياخد من الميثايل جروب بيتحول اس ادينوزايل ميثايلين الى اس ادينوزايل هوموسيستاين وبعد كده هوموسيستاين. علشان الهوموسيستاين ده يرجع تاني يتحول الى ميثايونين بيحتاج انزيم اسمه ميثايونين سينسيز انزيم اللي بيحتاج فيتامين بي 12. وده الاساينمنت بتاعنا، هنحل التو ام سي كيو ونرفعها مع المنصه بعد اذن حضراتكم. وبكده نبقى خلصنا محاضره الار بي سيز ميمبرين. اتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.